بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، في النهاردة نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئي على بعض الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع في درجات الحرارة، ويمكن حضرتك كمان قلت لنا امبارح أنه احتمال يكون في نشاط للرياح مثير رمال والأتربة. هو طبعا اليوم الامور مستقره بشكل كبير في اغلب المحافظات، بالفعل هنلاقي في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره عن الامس بحوالي درجتين، خاصه على القاهره الكبرى. اليوم العظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه، هنحس كمان بالارتفاعات الطفيفه في نسب الرطوبه، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، اجواء مائله للحراره على السواحل الشماليه، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. الاجواء هتكون معتدله في اغلب الانحاء، خاصه زي ما قلنا في ساعات الليل المتاخر. اليوم متوقع ان يكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الغربيه، مرورا طبعا بمطروح والسلوم، بعض المناطق من العلمين والاسكندريه، وهي امطار خفيفه على فترات متقطعه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. زي ما قلنا الامور مستقره بشكل كبير، بس مهم جدا ناخد بالنا النهارده ونتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس لانها دايما بتزود انعكاسنا بارتفاع درجات الحراره. فتره الظهيره تحديدا لو احنا مضطرين بقى في الشارع يبقى لازم معانا غطاء للراس شمسيه او كاب، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. متوقع غدا الثلاثاء ان شاء الله ان احنا نتاثر بمنخفض جوي متعمق موجود في الصحراء الغربيه. المنخفض الجوي السطحي اللي موجود في الصحراء الغربيه ده هيكون تاثيره الاكبر على محافظات شمال وسط الصعيد، هيكون معاه عنصر مهم جدا هو نشاط الرياح، لان سرعات الرياح عاليه جدا مع المنخفض الجوي الموجود. يعني هيمتد للقاهره الكبرى يا فندم ولا هتبقى على محافظات الصعيد فقط؟ لا، هيمتد للقاهرة الكبرى بتأثير أقل، يعني هيكون على القاهرة الكبرى بالفعل. لكن مش هنمر بعاصفة ترابية زي اللي كان مرينا بيها من أسبوعين. بالنسبة للمناطق الشمالية لا إن شاء الله، لكن بعض المناطق من الصحراء الغربية ومحافظات شمال وسط الصعيد هيحصل فيها تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، فلازم ناخد بالنا سرعات الرياح هتبقى عالية جدا. هيكون كمان في سقوط أمطار، والأمطار دي متفاوتة الشدة، ممكن تشمل بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بالإضافة كمان للارتفاعات في درجات الحرارة عن اليوم. ناخد بالنا بكرة مهم جدا إن احنا نتجنب يعني الوقوف تحت ألواح الأماكن المعدنية، المباني المتهالكة، الأشجار، أعمدة الإنارة. مهم جدا ناخد بالنا من سرعات الرياح، والقيادة تكون بهدوء تام، وخاصة على الطرق المكشوفة والطرق الصحراوية والطرق المؤدية من وإلى محافظات الصعيد. دي هتستمر معانا يوم الثلاثاء فقط ولا ممتدة للأربعاء والخميس؟ لا، هي الحمد لله هي حالة جوية سريعة مدتها يوم الثلاثاء مع يوم الأربعاء إن شاء الله الأمور تستقر بشكل كبير، كتل الهواء الشمالية تأثر علينا فتتلاشى الأتربة ويحصل انخفاض في درجات الحرارة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، عاصمة إدريا 35 23، الإسكندرية 28 20، العلمين الجديدة 27 20، مطروح 25 18، دمياط 27 22، بورسعيد 26 23، الإسماعيلية 36 22، السويس 35 22، العريش 28 21، كاترين 29 17، طابة 34 27، حلايب 34 26، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 36 28، الغردقة 36 26، الفيوم 35 24، بني سويف 35 24، الوادي الجديد 41 27، اسيوط 38 25، سوهاج 39 26، قنا 40 27، الاقصر 40 27، واخيرا اسوان 40 28. نخلي بالنا ان النهارده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ما نوقفش في او نتعرض لاشعه الشمس المباشره، وكمان نشرب كميات كبيره من المياه. بكره في رياح مثيرة للرمال والأتربة، بس هتكون
الشده الخاصه بيها هتكون اكتر في محافظات الصعيد، لكن هتمتد للقاهره والسواحل الشماليه. ناخد بالنا برضو، ومن يوم الاربعاء ان شاء الله الجو هيرجع كويس باذن الله. هرجع مره ثانيه لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير. بس هتبقى يعني اقل اقل، وهي على القاهره يمكن انا سالت دكتوره منار على القاهره مش هتكون بنفس الشده بتاعت المره اللي فاتت. شكرا، شكرا لك، شكرا للعرض.